مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تضغط على زر الاعجاب وتشترك في القناة باش توصل بجديد الاخبار ان شاء الله. خصص مواطن مغربي مصاريف قضاء مناسك الحج لهذه السنة التي شهدت تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 من أجل بناء مجموعة من الآبار الخاصة بالساقي لفائدة الرعاة الرحل بإقليم تنغير وعدد من مناطق المغرب الشرقية. وبحسب شريط فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد أقدم المواطن المذكور على بناء أول بئر بواد الفاشت بالجماعة الترابية حصية بإقليم تنغيرة، والثانية بمنطقة توراخت، وهو مقبل الآن على بناء البئر الثالثة بمنطقة تيزي ندرة والتي ستخصص كلها بالرعاة الرحل. وقال صاحب المبادرة أن مصاريف الحج الذي تعذر عنه هذه السنة بسبب الجائحة هي التي خصصها لهذا العمل، مردفا أن المبادرة لقت استحسان المواطنين حيث أقبل بعض عن المساهمة بمصاريف أخرى، مشددا على أنه يحس كأنه في الجنة عندما يقوم بهذا العمل وفق المتحدث.